تفتيش شاحنة قادمة من إسبانيا يفجر مفاجأة مدوية. تمكنت عناصر الأمن الوطنية والجمارك بميناء طنجة المتوسط صباح اليوم الاثنين من توقيف شخص يبلغ من العمر 54 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من إحدى الموانئ الإسبانية، حيث أسفرت عملية التفتيش الموجزة بداخل مقصورة الشاحنة المسجلة بإسبانيا عن حجز كيلوغرامين و85 غراما من مخدر الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي بالعملة الأوروبية الموحدة يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رغم إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.